السينما المصرية فيها ممثلات كتير، منهم اللي بيقدر يربط المشاهد بيه بالتمثيل، ومنهم اللي بياخد منعطفات تانية سيئة جدا علشان يفضل موجود على الساحة، ومنهم اللي بياخد المنعطفات السيئة دي علشان يفضل موجود على الساحة أطول فترة ممكنة، وبعد كده بياخد ثقة المشاهد بالتمثيل الحقيقي بتاعه. وقليل من الممثلات دول اللي بيدخل نفسه في تحديات صعبة يقدر بيها يثبت موهبته وقدراته التمثيلية. علشان كده أنا عبد اللطيف من قناة من غير مونتاج، وفي الحلقة دي هنتكلم عن هند صبري. طيب، احنا في تونس سنة 1979، في عائلة مولودة في احدى المحافظات التونسية بيتولد ليها بنت صغيرة اسمها هند صبري. والحقيقة هند صبري ما اختلفتش كتير عن الممثلين اللي اتكلمت عليهم قبل كده، نفس المأذون بتاع هوليوود جه تونس علشان خاطر يطلق ابو هند صبري من امها. بس المختلف هنا عن اي ممثل تاني احنا اتكلمنا عليه او اي مخرج او اي حاجة زي كده، ان هند صبري دخلت في ازمة نفسية نتيجة الطلاق بين ابوها وامها. الحاجة اللي خلتها وهي صغيرة تروح لدكتور نفساني علشان خاطر تقدر تتعالج من هذه العقد الصغيرة اللي اصابتها بعد الطلاق. وبتعدي الايام وبتدخل هند صبري المدرسة، ومجرد لما تدخل المدرسة تبدأ التمثيل على طول. ايوه يا باشا، احنا مش فاضيين، احنا عايزين نمثل بقى، عايزين ندخل في الكارير بتاعنا بدري بدري. فكان اول ظهور لهند صبري في فيلم تونسي وهو صمت القصور سنة 1994. ولان احنا مش متابعين للسينما التونسية فيعني اغلبنا مش عارف الفيلم ده للاسف، لكن المهم واللي لازم نعرفه انه كان بداية طريق طويل من السينما والتمثيل هند صبري. خليني اقول لك بقى ان هند صبري ما كانتش مديه التمثيل طاقتها الكامله من صغرها، لكنها كانت بتحب الدراسه جدا، فاخدت شهاده جامعيه في القانون سنه 2001 من كليه الحقوق في تونس. فاحنا من الاول كده بنتكلم على شخص فاهم، هو بيعمل شخص ممنهج اكاديمي شيك، عارف طريقه وشكله عامل ازاي. بس كانت البدايه الحقيقيه لهند صبري كممثله كانت سنه 2001، وطبعا كانت في السينما المصريه في فيلم مذكرات مراهقه للمخرجه ايناس الدغيدي. وخلاص كده انا مش هحط لقطه للفيلم، وخلونا بقى نبوظ الفيديو عشان خاطر المخرجه بتاعه الفيلم ايناس الدغيدي. هو الفيلم كله على بعضه لقطات ما ينفعش تتحط يعني، فخلاص كده مش هحط لقطات. لكن لمعلوماتك برضو، الفيلم ده كانت هند صبري بتعمله مع الوجه الشاب ساعتها والصاعد ساعتها احمد عز، وطبعا فيلم لإيناس الدغيدي بطلته جميله ووسيمه وبتاع وكده، فالعين بقت عليها على طول. والفيلم ده رشحها طبعا ان هي تكون في كاستنج افلام كتيره جدا بعد كده، حتى لو الموهبه بتاعتها بسيطه. خلينا اقول لك ان هي بدايتها مع إيناس الدغيدي، وبعدين احنا في السينما المصريه في وقت ما فيش فيه اي ممثله تقدر تملى خانه الممثله الشبابيه في الافلام اللي موجوده ساعتها، فاي ممثله تطلع في اي فيلم في الوقت ده هتكون محط نظر. وفعلا كل العوامل اللي قلتها لك ديت اثرت على هند صبري في الكارير بتاعها هنا في السينما المصريه. فكانت سنه 2002 في فيلمها الثاني هنا في مصر، وهو فيلم مواطن ومخبر وحرامي، طبعا فيلم برضو مثير للجدل ومش هحط لقطه. بس من الفيلم ده بنعرف ان هند صبري بدات تحط رجليها وثبت رجليها شويتين في السينما المصريه لحد ما وشها بدا يكون مألوف شويتين. والمميز عند هند صبري من بدايتها في السينما المصريه ان هي دايما موجوده، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي وقت للمشاهد ان هو يلاحظ غيابها عن اي فيلم، لان هي باختصار عايز اقول لك كده ان هي من سنه 2001 لسنه 2011 10 سنين ورا بعض كل سنه تقريبا بتعمل يا فيلم يا فيلمين. فانا بطبيعه الامر هختار الافلام اللي اثرت على الكارير بتاعها كممثله، لان لو انا قعدت اقول بقى كل الافلام اللي هي عملتها مش هنخلص يعني. وطبعا كان اول الافلام دي واللي ادها شهره عاليه جدا في مصر هو دورها مع هاني رمزي في فيلم عايز حقي. في الفيلم ده هند صبري قدمت لينا كوميديا لطيفه وشكل جديد منها كده يخلينا نقول انها مش بس البنت اللي شكلها حلو، لكنها كمان دمها خفيف وتقدر تشارك في فيلم كوميدي. انا في بيت ابويا مش عايز اشوف خلقتك لحد ما تجيب شقه، فاهم؟ يا وفاء استني يا وفاء. في الوقت ده بقى هند صبري كانت من الممثلات المطلوبه في كل الافلام تقريبا، نظرا لان هي قادره تتواكب وتتأقلم مع أي سكريبت بيجيلها، وطبعا المشاهد عينه خدت عليها فخلاص بقى هو عايزين هند صبري في أي فيلم. فكان دور ست البيت المصرية سنة 2004 في فيلم أحلى الأوقات. وشوف معايا كده تعبيرات وشها في المشهد ده، دي تعبيرات وش ممثلة حقيقية. لا ده زي أمي. أمك أمك بقى قالت لك ده للمدرسة ولا للكباريه؟ روح أمك يا أبلة. امشي استنيني عند أوضة أبلة النظرة بسرعة، يلا امشي. بعد كده بتخرج من عباءة الست المصرية وبتلبس عباءة البنت المصرية العصرية في فيلم بنات وسط البلد، وطبعا دور جومانة كلنا عارفين مين هي جومانة وبنتلخبط دايما بينها وبين ياسمين. بعد الكام فيلم اللي عملتهم هند صبري دول، خليني اقولك ان هي بقت نجمة شباك وبقت
نجمه من نجمات الصف الاول في السينما المصريه، اللي هي ايه وقتها يعني تلاقي الاخبار بتاعتها موجوده في المجلات وبتاع، واقرا هند صبري مش عارف هتتجوز مين، هند صبري مش عارف مالها، ايه الكلام ده. يا جماعه انا شبه متاكد ان انتوا كلكوا في البدايه قبل بقى الانترنت وقبل بقى الكلام دوت كله كنتوا عارفين طبعا ان هي مصريه، ما فيش حد كان عارف ان هي تونسيه خالص. وكل الحاجات دي طبعا كانت حاجات كويسه جدا وبتثبت وبتدل على ان هند صبري ممثله مؤثره وقدرت فعلا توصل للمشاهد المصري. وبما ان احنا بقى طبعا بنتكلم على هند صبري في الالفيه الجديده، فطبعا في فيلم في الالفيه الجديده سنه 2006 كان فيلم عظيم جدا في السينما المصريه، وطبعا كان الفيلم الذي يقدم لنا المخرج الرائع اللي هنشوف له افلام كثيره بعد كده في السينما المصريه، وهو مروان حامد. وطبعا انت على طول عرفت ايه هو الفيلم، الفيلم هو عمارة يعقوبيان. الفيلم ده كان مهم جدا بالنسبه لهند صبري لانها حرفيا وسط ممثلين مخضرمين في السينما، واغلب مشاهدها كانت مع الزعيم عادل امام، لكنها كانت قد ثقه المخرج، وحقيقي مشاهدها اغلبها كان متقن وبيثبت انها عندها موهبه حقيقيه. وطنيه ايه يا زكي باشا؟ وانا لوحدي اللي عايزه هج ده كل الناس. طبعا بقى انت تقولي بعد 2006 وعمارة يعقوبيان وبتاع هتعمل فيلم بقى عادي او كوميرشال او بتاع الكلام ده؟ لا طبعا، الفيلم اللي جاي كان سنة 2007 وهو فيلم الجزيرة مع احمد السقا. الدور اللي بتعمل فيه حاجة جديدة عليها وهي دور البنت الصعيدية، واه ممكن تكون ما كانتش اقوى حاجة كصعيدية لكنها برضو ما كانتش سبب مشكلة في الفيلم، وكانت مؤدية الدور بشكل يستحق الاحترام والاشادة في الانفعالات الجسدية والتعبير بالوجه. تبقى حكمت عليه بالموت. نزل السلاح يا كريم، انا ماليش عيش بعدك يا منصور. وبعد الشهرة اللي اخدتها هند صبري هنا بقى في السينما المصرية بترجع تونس مرة تانية علشان تشارك في مسلسل تونسي اسمه مكتوب. انا الصراحة معرفش ايه هو المسلسل ده، فاخواتنا التوانسة يكتبوا لنا تحت في الكومنتس هم عارفين الاعمال التونسية اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة ديت ولا لا. بس افلام كتير وادوار ونجاحات في الادوار اللي هي بتعملها دي، فطبيعي في الصناعة هنا في مصر ان هي تتجه للدراما، ويكون للدراما التلفزيونية نصيب من هند صبري. فكان طبعا المسلسل العائلي سنة 2010 عايزه اتجوز، والحقيقه انا بحب المسلسل ده جدا، يعني لو صدفت كده ولقيت اي حلقه معديه كده انا معدي قدام التلفزيون ولا حاجه هقعد اتفرج. بس الفيلم اللي جاي بقى عايزك تركز معايا فيه شويتين، لان هو يعتبر اهم فيلم لهند صبري بالنسبه لي وبالنسبه لكتير بيحبوا هند صبري، محمود اسماعيل منهم مثلا. وبدون اي مقدمات كتير احنا بنتكلم على فيلم اسماء. وهنا هند صبري كانت بتعمل كل حاجه، دراسه للشخصيه موجود، اداء تمثيلي موجود، اداء جسدي طبعا موجود، ديالوج ممتاز موجود، وحقيقي دورها في الفيلم ده حتى الان هو الافضل من وجهة نظر المتواضعة لهند صبري. جاي ساعتها يعني احس ان انا عايشة. وبعد فيلم اسماء بترجع لينا مرة تانية على التلفزيون في فيلم فيرتيجو اللي مبني على رواية احمد مراد، وبرضو هند صبري بتأكد ان هي تقدر تعمل افلام كويسة وتقدر تعمل مسلسلات كويسة جدا. بس خلينا اقولك ان العمل القوي بعد اسماء لهند صبري كان سنة 2014، والصراحة سنة 2014 كانت سنة يعني تحدي بالنسبة لهند صبري، لان هي كان عندها عملين مختلفين عن بعض تماما. اول الاعمال دي هو الجزء الثاني من فيلم الجزيرة. في الفيلم ده شفنا هند صبري وهي بتتغير زي ما كريمة في الفيلم اتغيرت، شفنا تعمق اكتر في دور الصعيدية، وشفنا ابعاد حقيقية للمرأة القيادية، شفنا هند صبري بتمثل بجد. متخافش انا معايا السلاح. شوف بقى احنا اتكلمنا على الجزيرة وقلنا قد ايه ان هو فيلم حلو جدا وبتاع وان هند صبري عملت تمثيل قوي واداء قوي ومش عارف ايه والدنيا دي كلها، عملت مسلسل على التلفزيون اسمه امبراطورية مين. انا مش عارف مين هو مين المسلسل، انا مش عارف الصراحة. بس هند صبري مهنش عليها زعلنا منها وصلحتنا في الدراما مرة تانية بمسلسل حلاوة الدنيا في دور امينة. اهو المسلسل ده بقى انا كنت بتفرج عليه وانا حاسس اني في جو العائلة الحميمي ده، والمسلسل كله حلو ولطيف وانساني، وهند صبري حقيقي بتثبت انها في اداء الادوار بتاعة المرض قوية جدا. ولك ان تتخيل ان في نفس السنة امينة في حلاوة الدنيا تكون حتشبسوت في الكنز، دور مختلف تماما وحلو جدا وقوي جدا وانا بحبه جدا لهند صبري. وفيلم الكنز اتمنى انكم تشوفوه لانه اندر ريتد بشكل مستفز. وبصوا بقى ركز معايا، علشان سنة 2019 كانت سنة غنية جدا بالافلام اللي هند صبري عملتها، لان هي شاركت
في 3 أفلام مرة واحدة وتقريبا في موسم واحد. اول دور ليها كان دورها في فيلم الممر، وده كان دور بسيط جدا، يعني مش عارف الصراحه، كان دور بسيط جدا لهند صبري. لكن الدور الثاني كان في الفيل الازرق 2، وانا عجبني دورها بس يعني نص نص، وهو تحدي جديد بالنسبه لها، يعني ان هي بتقول ان انا اقدر ادي في ادوار الرعب. ايه ده هي في الفيلم ده كانت عامله دور الغجريه مش كده؟ لا انا شايف انها في الفيلم ده كانت تستحق الاوسكار بصراحه. لا 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 لا، بس هند صبري في 2019 عملت دور قوي جدا، وطبعا في فيلم قوي جدا، وهو الكنز 2. وشوف زي ما قلنا على الجزيرة 2 بالظبط، ده اللي عملته هند صبري، وهي بقت حتشبسوت بالظبط زي ما كانت كريمة في الجزيرة 2. الحقيقة لو هشوف هند صبري شاطرة في حاجة، فهي شاطرة في سماعها للجمهور، بتشوف الجمهور عايز ياخد ايه من الاعمال بتاعتها وبتنفذه، وده اللي حصل في الجزيرة 2 وحصل في الكنز 2، وبتحس بيه وبتلمسه في اي عمل هند صبري بتعمله في الفترة الاخيرة. وفي النهاية حابب اقول ان انا بحب هند صبري جدا الصراحة، وبكراش عليكي يا هند يا صبري. ممكن تكون بتشوف الحلقة دي مش عارف الصراحة، ولكن يعني خلينا نقول ان انا بكراش عليها وبحبها جدا. فيعني لو كنت قلت على افلام وحشة ولا حاجة فده يعني ايه، انا يعني لاجل النزاهة فقط، ولاجل يعني الامانة العلمية في نقل الموضوع. وبس كده عزيزي المشاهد، انا خلصت كلامي عن هند صبري. لو عجبتك الحلقة منساش تعمل لايك وشير ليها، وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس، وتشترك في القناة لو مش مشترك في القناة، علشان عايزين نكبر القناة اكتر واكتر. وبس كده، السلام عليكم.